بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنحل بوكلت رقم 71 على الباب الخامس كيمياء عضوية، النموذج الخامس من مشتقات الهيدروكربونات بالكامل من كتاب الوفي مراجعة نهائية 2021. أول سؤال معانا بيقول: ما المركب الذي يعتبر أيزومر لمركب واحد بيوتانول؟ طيب تعالوا نكتب واحد بيوتانول، يبقى CH3 CH2 CH2 CH2OH، يبقى مركب فيه 4 كربون ومجموعة OH عند أول كربونة اللي هي 1 بيوتانول. طيب هل ده أيزومر لاتنين بروبانول؟ احنا من غير ما نكتبها أصلا مش هينفع نختارها. ليه؟ احنا قلنا الأيزومرات بيكون مركبات ليها نفس الصيغة الجزيئية ومختلفة في الصيغة البنائية، دي 4 كربون وبروب دي يعني 3 كربون، فمش هجربها أصلا يعني. تمام، بيوتانون اللي هو CH3 سي دبل بوند، ده كيتون CH2 CH3 كده. يبقى انا اعد هنا الكربون والهيدروجين والاكسجين كم؟ يبقى هنا C4 H10 O، اشوف هنا هلاقيها C4 H8 O، يبقى مش هينفع اختار البيوتانون لان الصيغة الجزيئية مختلفة، واحنا قلنا لازم تكون الصيغة الجزيئية ايه متشابهة بس مختلفة في الصيغة الايه البنائية. طيب تمام، نيجي للإجابة جيم، بيقول 3 ميثايل 1 بروبانول، بروب يعني 3 كربون، عند الكربونة رقم 1 اللي هي 1 بروبانول يبقى فيه هنا OH، وعند الكربونة التالتة فيه هنا CH3 اللي هو ميثايل، طبعا ما ينفعش فرع، يبقى ده CH2 وهنا CH2 وهنا CH2، هتعدهم هتلاقيهم C4H10O بس مش هختارها. ليه مش هختارها؟ هو كاتب الاسم غلط أصلا، يعني الاسم ده هو نفسه 1 بيوتانول بس مكتوب اصلا او مسميه غلط، يعني مفيش مركب اسمه 3 ميثايل 1 بروبانول. انت لو جيت تسمي المركب ده تسمية صحيحة، اطول سلسلة كربون ورا بعضها 4 كربون والاو اتش عند رقم 1 فهتسميه 1 بيوتانول، يبقى ده مش ايزومر، ده نفس المركب. تمام، فمش هختار دي، فالمفروض تطلع معايا الايثير المعتاد. طيب تعالوا نكتب الإيثير المعتاد اللي هو CH3 CH2 O CH2 CH3 اللي هو إيثير ثنائي الميثايل، لو جيت تعدهم هتلاقيهم C4 H10 O، يبقى فعلا هي نفس الصيغة الجزيئية للواحد بيوتانول، يبقى ده أيزومر لده. طيب لو عايز أجيبها في الامتحان بسرعة، انتوا عارفين او درستوا قبل كده لما جم يدرسوكوا الايزومرات C2H6O اللي هي CnH2n زائد 2O، كان قالك ان هو ممكن يكون CH3OCH3 وممكن يكون CH3CH2OH، فجيبها لكم على كحول وايثر. يبقى دايما لما يجي لك كحول دور على الايه على الايثر كايه كايزومر ليه. السؤال رقم 2، المركبات التالية تعتبر كيتونات ما عدا؟ الصيغة العامة للكيتونات RC دبل بوند OR، يعني أدور على مجموعة كربونيل بين 2C، هلاقي هنا R اللي هي CH3 وهنا R اللي هي CH3 وبينهم C دبل بوند O، يبقى ده كيتون. هنا AR C دبل بوند O AR، ده كيتون برضو بس أروماتي. تمام، هنا R C دبل بوند O AR برضو ده كيتون، لكن لو لقيت ده هتلاقي CH3 O C دبل بوند O CH3، ده استر مش كيتون، يعني لو حبيت تكتبه بشكل منظم كده CH3 O C دبل بوند O CH3، ده استر ايثانوات الميثايل، لان الاستر ده هنقرأه من الجهة دي، هو كاتب استر مقلوب. تمام، يبقى استر ايثانوات الميثايل، يبقى ده مش كيتون، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال رقم 3، الألكين الوحيد الذي يعطي كحول أولي بالهيدرة الحفزية هو مين؟ طبعا دي معلومة واضحة وصريحة جدا وقلناها كذا مرة، هي الإيثين. الإيثين هو الألكين الوحيد اللي لو حطيت عليه مية هيطلع كحول أولي، أي ألكين تاني في الكيمياء لو حطيت عليه مية هيطلع كحول برضو بس كحول ثانوي أو إيه أو ثالثي، وزي ما انتم شايفين في كتاب المدرسة ملحوظة، الإيثين هو الألكين الوحيد الذي يعطي كحول أولي بالهيدرة الحفزية، أما بقية الألكينات تعطي كحولات ثانوية وإيه وثالثية على حسب قاعدة إيه
ماركينكوف، وجايب لكم أمثلة في كتاب المدرسة. السؤال رقم 4، ما اسم الأيوبات للمركب؟ هلاقي في المركب ده او اتش، يبقى ده كحول. اختار اطول سلسلة كربونية تكون متصلة، يكون متصلة بمجموعة الاو اتش، دي اطول سلسلة كربونية. ارقم السلسلة دي من الطرف الاقرب للاو اتش، يبقى 1 2 3 4. عند رقم 2 هلاقي فرعين اللي هو سي اتش 3 وسي اتش 3، يبقى اقول له 2 و2 ثنائي ميثايل. كتبت الفروع اولا، بعدين اكتب مكان الاو اتش. الاو اتش متصلة بالكربون رقم 1، واطول سلسلة عندي 4 كربون، يبقى بيوتانول اللي هي الكانول، يبقى الاجابة الصحيحة هي دال. السؤال رقم 5، الكتلة الجزيئية لكل من الميثانول وغاز الاكسجين تساوي 32 جرام بير مول، وعلى الرغم من ذلك فان الميثانول سائل والاكسجين غاز، ده بسبب ايه؟ من غير ما نقرأ الإجابات، إحنا عارفين إن الكحولات بتكون فيما بينها روابط هيدروجينية لاحتوائها على مجموعة الـ OH القطبية، فأنا عندي الـ H هنا بياخد شحنة موجبة جزئية، ودي سالبة جزئية، دي سالبة جزئية، ودي موجبة جزئية، فلما يكون روابط هيدروجينية بين جزيئات الكحول وبعضه، فبيرفع درجة الغليان، فتلاقي المية مثلا درجة غليانها عالية، الكحولات درجة غليانها عالية، الأحماض الكربوكسيلية درجة غليانها عالية. أما جزيء الأكسجين مفيش فرق في السالبية بين الأكسجين دي والأكسجين دي، فالروابط هنا غير قطبية، يبقى الاحتواء الميثانول على مجموعة الهيدروكسيل اللي هي بتكون روابط هيدروجينية فيما بينها. السؤال رقم 6، كل الكحولات التالية تعطي ألكين عند نزع الماء منها ما عدا، اي كحول بننزع منه ميه بيديني ايه؟ الكين، وخصوصا لو استخدمنا حمض الكبريتيك المركز عند درجه حراره 180. من الكحول اللي لو نزعت منه ميه مستحيل يكون الكين؟ اكيد كحول فيه كربونه واحده، وانتوا عارفين اصلا ان الالكينات اول فرد في العيله بيكون فيه كام كربون؟ 2، عشان تكون سي دبل بوند سي. عشان تكون الكين انت محتاج اصلا مركب من 2 كربون وطالع، لكن ده ميثانول كربونة واحدة، هتكون ازاي الكين؟ اما الايثانول والكحول البيوتيلي الثالثي الثانوي ايا كان، الكحول الايزوبروبيلي هنا كربونتين هنا ثلاثة هنا اربعة، عادي ممكن يكون الكين لو نزعت منه مية، لكن الميثانول مستحيل يكون ايه؟ الكين. السؤال رقم 7، اي زوج من المركبات التالية يعتبر من الالديهيدات؟ ميثانال، طالما اخره الف لام اصلا يبقى الديهيد. مين الميثانال ده؟ الميثانال هو الفورمالدهيد اللي هو اتش سي دبل بوند او اتش، والجلوكوز قلناها اكتر من مره في اكتر من فيديو ان هو سي دبل بوند او اتش، دي في الطرف بتاع مين؟ الجلوكوز، يعني هو نوع من انواع الالديهيدات، يبقى فعلا الاجابه دي صحيحه، ايثانال فعلا الديهيد. الفركتوز يعتبر كيتون لان السي دبل بوند او مش طرفيه، دي بتبقى غير طرفيه بين 2 سي، فهو كيتون. الجلوكوز الديهيد صح، بس السوربيتول ده كحول في 6 كربون فيهم 6 او اتش، الجليسرول ده كحول والفركتوز كيتون، مفيش حاجه فيهم الديهيدات اصلا. السؤال رقم 8، ما الصيغه البنائيه لكحول غير ثابت يكون ايثانال عند نزع الماء منه؟ طيب احنا قلنا قبل كده كحول غير ثابت قابلنا في المنهج اللي هو مين؟ لما كنا بنأكسد الكحولات الأولية، كان بيكون عندي مجموعتين او اتش على نفس الكربونة، فبقى ينزع مية عشان يكون لي مين؟ الألديهيد اللي هو الإيثانال. وزي ما انتوا شايفين في كتاب المدرسة، أكسدت الكحولات الأولية زي الإيثانول، شايفين اتكون مركب غير ثابت، السي اللي معاها او اتش معاه 2 او اتش، 2 او اتش ده مركب غير ثابت، نزعنا منهم مية وكون لي الاسيتالدهيد اللي هو الايثانال اللي هو الالديد اللي اتاكسد بعد كده وادى حمض ايه؟ كربوكسيلي. فهنا اقدر افهم ان السي لما تشيل 2 او اتش على نفس الكربون اهوت، يبقى ده مركب غير ايه؟ غير ثابت، لازم ننزع منه ميه. بالمنطق ده هنبدا نشتغل في حل السؤال. يبقى بدايه كده انا هكنسل الاجابه باء ودال، لان مفيش فيهم كربونه شايله 2 او اتش، لكن ممكن تكون الاجابه الف او جيم، لان فيهم كربونه شايله 2 او اتش وهنا كربونه شايله 2 او اتش. طيب هو عايز يكون مين؟ ايثانال، يعني كربونتين بس مش 3 كربون، يبقى انا لو شلت من هنا
ميه اللي هي H2O بالشكل ده هيكون لي CH3 C دبل بوند O، وفي H تحت ايه ما تنسوهاش، يبقى H، يبقى فعلا ده الايثانال. اما المركب ده لو انا نزعت منه الميه هيكون لي CH3 CH2 C دبل بوند O H، هيكون لي بروبانال. انا عايز ايثانال، يبقى الاجابة الصحيحة هي الف. السؤال رقم 9، يتكون 3/4 الديناميت من سائل النيتروجليسرين، ويمكن تحضير هذا السائل عن طريق نيترات. احنا خدنا قبل كده النيتروجليسرين بيجي من نيترات كحول الجليسرول. طيب فين هنا الجليسرول؟ مش مكتوب. طيب ادور على اسمه الايوباك. الجليسرول كان 3 كربون فيهم 3 او اتش، اللي هو مين؟ اللي هو 1 و2 و3 ثلاثي هيدروكسي بروبان. وزي ما انتم شايفين في كتاب المدرسة الكحولات ثلاثية الهيدروكسيل زي الجليسرول، اللي هو 1 و2 و3 ثلاثي هيدروكسي بروبان، وجايب لكم هنا هو نيترات الايه؟ الجليسرول، بيكون لي النيتروجليسرين اللي بتستخدم في الايه؟ في المفرقعات، او دي المعادلة بتاعتها. السؤال رقم 10، ما الصيغة العامة لهاليد الألكيل الثالثي؟ هاليد ألكيل ثالثي يعني السي المرتبطة بالإكس معاها 3 R، فكده كملت كل الروابط بتاعتها، يبقى مش معاها ولا H، يبقى الصيغة العامة ليها R3CX، يبقى الإجابة الصحيحة هي د. السؤال رقم 11، يتشابه كل من الفينول والميثانول بالتفاعل مع الفينولات والكحولات، بيتشابهوا مع بعض إن هما بيتفاعلوا مع الفلزات النشطة زي الصوديوم أو البوتاسيوم، يبقى مش هختار خرصين، أنا هختار مين؟ بوتاسيوم. طيب هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم ما بيتفاعلش أصلا مع الكحولات، بيتفاعل بس مع الفينولات. كلوريد الهيدروجين ده يتفاعل مع الكحولات وما يتفاعلش مع الفينولات، تمام كده؟ يبقى هما بيتشابهوا مع بعض في التفاعل مع الفلزات النشطة زي الصوديوم والإيه؟ والبوتاسيوم. السؤال رقم 12، ما اسم الأيوباك الصحيح للفورمالدهيد؟ لسه مسملكوا المركب ده حالا اللي هو الفورمالدهيد. الألديهيدات بتتسمى في الأيوباك ألكانال، يعني اكتب اسم الألكان وضيف عليه ألف لام في الآخر. طب دي كربونة واحدة، كربونة واحدة يعني ميثانال، يبقى الاسم الأيوباك ليه ميثانال، يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف. السؤال رقم 13، ما العنصر غير الموجود في الأحماض الأمينية؟ الأحماض الأمينية بيكون فيها مجموعة أمينو، وبيكون فيها هنا هما كربون، وهنا هما مجموعة كربوكسيل اللي هي COOH، وبيكون هنا H، وبيكون هنا R. الأر دي ممكن تتغير، فاحنا ممكن نشيل الأر دي مثلا ونحط إيه؟ H، ونجيب أبسط حمض أمين اللي هو الجلايسين. يبقى فيها هيدروجين وأكسجين ونيتروجين، بس ما فيهاش إيه؟ فوسفور. يبقى الإجابة الصحيحة هي د. السؤال رقم 14، أي المحاليل المولارية التالية لها أقل قيمة بي اتش؟ أقل بي اتش عندي يبقى أعلى صفة حمضية، اللي هو أعلى تركيز في الهيدروجين. هل هو كحول ولا ألديهيد؟ ما هو سي اتش 3 سي اتش او ديت اللي هي الألديهيدات، ولا مشتقات للألديهيدات؟ ما هو ده ألديهيد بس شال الاتش 3 وحط إيه؟ سي ال 3. ولا حمض كربوكسيلي؟ إحنا قلنا أعلى صفة حمضية هي الأحماض الإيه؟ الكربوكسيلية، يبقى هي ليها أقل قيمة بي اتش من الكحولات والألديهيدات. السؤال رقم 15، ما الذرة المسؤولة عن حامضية المركب المقابل عند ذوبانه في الماء؟ وجايب لي 4 اتش على المركب، 1 2 3 4، من المسؤولة على الحامضية؟ المسؤولة على الحامضية هي الهيدروجين بتاعت مجموعة الكربوكسيل اللي هي السي او او اتش، يبقى أقصد الهيدروجين دي اللي هي رقم 4، لكن مش الهيدروجين دي ولا دي ولا دي، يبقى الإجابة الصحيحة هي د. السؤال رقم 16، يتلون محلول كلوريد الحديد 3 باللون البنفسجي عند إضافته إلى؟ طبعا احنا درسنا قبل كده إن كلوريد الحديد 3 بيكشف عن مجموعة الـ OH بتاعت الفينول، يبقى شوف هنا OH بتاعت فينول، يعني متصلة مباشرة بحلقة البنزين. طيب هل هو ممكن تكشف عن حمض الصلسلك؟ طب نكتب كده حمض الصلسلك، حمض الصلسلك هو COOH وجنبها هنا OH، فعلا عندها مجموعة OH متصلة مباشرة بحلقة البنزين،
يبقى فعلا ممكن تتفاعل مع كلوريد الحديد 3. طيب هل ممكن اختار حمض البنزويك؟ مش هينفع. ليه؟ لان حمض البنزويك اصلا ما عندوش مجموعة ايه او اتش متصلة بحلقة البنزين. طب حمض الفيثاليك، حمض الفيثاليك كان حلقة بنزين وعليها مجموعتين سي او او اتش، سي او او اتش جنب بعض، مفيش فيها مجموعة او اتش متصلة مباشرة بحلقة البنزين. طب حمض الاسيتيك سي اتش 3 سي او او اتش ما عندهاش او اتش متصلة بحلقة ايه؟ بنزين. يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف. السؤال رقم 17، ما المركب العضوي الناتج من التقطير الجاف لناتج التحلل المائي القاعدي لبروبانوات الميثايل؟ يعني المركب اللي هيطلع من التحلل المائي القاعدي لبروبانوات الميثايل اعمل له تقطير جاف وشوف هيطلع ايه. طيب واحدة واحدة كده، نكتب بروبانوات الميثايل CH3 CH2، احنا عارفين ان اي استر في الكيمياء استر حمض كحول، يبقى دي جاية من حمض البروبانويك مع كحول ميثيلي. طيب CH3 CH2 COOH ده الحمض اللي جه منه الاستر ده. طب ما احنا بناخد OH من الحمض وH من الكحول، يبقى اقف لحد هنا في الحمض، والكحول اخد منه H يتبقى OCH3 اللي هو الميثانول. يبقى اللي قدامنا ده استر بروبانوات الميثايل اللي مكتوب في السؤال، قال لي اعمل له تحلل مائي قاعدي. حاضر، اعمل ايه؟ قلنا دايما بنقسم من عند السي او او. التحلل المائي القاعدي بيدي ملح الحمض وكحول، الحته بتاعت الكحول ناقص لها اتش عشان تبقى كحول، ودي هيبقى ناقص لها او ان ايه اللي هي بقيه المركب ده، واحد ياخد اتش وواحد او ان ايه. يبقى ايه اللي هيطلع عندي؟ هيطلع عندي CH3CH2COONA اللي هو بروبانوات الصوديوم مع الميثانول. هات بقى بروبانوات الصوديوم دي اللي هي CH3CH2COONA وفعلها مع NaOH اللي هو التقطير الجاف في وجود أكسيد الكالسيوم مسخن، هيديلي إيه؟ كنا دايما بنقول الحتة دي كلها تروح مع بعض ويطلع لي كربونات الصوديوم والألكان. الألكان هيبقى CH3CH2 تاخد ال H تبقى CH3CH3 زائد كربونات الصوديوم اللي هو ملح قاعدي غير عضوي مع مين؟ مع الألكان اللي هو الإيثان. يبقى المركب اللي طلع في الآخر هو مين؟ هو الإيثان. السؤال رقم 18، جميع الصيغ الكيميائية التالية تمثل استرات ما عدا، أنا عارف إن الإستر R C دبل بوند O O R. طيب تمام، أدا R بعدين C O O R ماشي، R ممكن نشيلها ونحط H عادي، C O O R تمام، ده بالنسبة للحمض أشيل الـ R بتاعته وأحط H. طيب هنا R سي دبل بوند او او ار ماشي، اما الاجابه جيم غلط، السي دبل بوند او منفصل عن الاو يبقى ده مش استر خالص يعني، يبقى ده الاجابه هي جيم. السؤال رقم 19، الصيغه البنائيه للاستر الذي امامك ينتج من تفاعل ايه مع ايه؟ طيب يبقى لازم نرجعه لاصله، كان مكون من حمض ايه مع كحول ايه؟ قلنا بنفصل من عند السي او او، وهنا هفصل من عند السي او او. شايفين انا فصلت هنا منين؟ سي دبل بوند او او. طيب الجزء ده اخليه كحول ازاي؟ احط له اتش، وده اخليه حمض ازاي؟ احط له او اتش. طب هنا الجزء بتاع الحمض هو اللي على اليمين يبقى احط له او اتش، وهنا اخليه اتش عشان ارجعه للكحول او الفينول اللي جاي منه الايه؟ الاستر ده. واحده واحده كده عشان ما نتلبخش، يلا يبقى حلقة بنزين وعليها من هنا سي او او اتش تمام، وهنا او هتاخد اتش تبقى او اتش. طب الجزء اللي على اليمين فوق هيبقى سي اتش 3 او اتش، والجزء اللي على اليمين تحت هيبقى سي اتش 3 سي او او اتش. يبقى انا دلوقتي الاستر اللي قدامنا ده كان عبارة عن حمض الصلسلك مع ميثانول مع حمض أسيتيك، واحد مول حمض صلسلك
اللي هو اللي على الشمال ده، وواحد مول حمض أسيتيك، وواحد مول ميثانول. يبقى الإجابة الصحيحة هي دال. السؤال رقم 20، آخر سؤال معانا. التحلل النشادري لإستر بروبانوات الميثايل، وجايب لي رمزه، ينتج عنه أكيد بيطلع أميد الحمض وكحول. طب تعالوا نجربها. CH3 CH2 COO CH3، هضيف عليه HNH2 اللي هي النشادر. ايه اللي هيحصل؟ اتفقنا هنقسم من عند ال COO، قلنا هيطلع ايه؟ أميد الحمض وكحول. الكحول عشان يتكون هياخد ال H، والأميد عشان يتكون هياخد ال NH2. يلا نكمل الباقي، هيطلع لي CH3 CH2 CONH2، حلو، زائد CH3OH. يلا هنلاحظ ان هي فعلا الإجابة ألف، أميد الحمض وكحول. كده البوكلت ده خلص يا شباب، بالتوفيق والنجاح دايما إن شاء الله.